إصلاح المفاهيم المغلوطة في الأمة التي تسببها الحكم العاض، الذي تسببها الحكم العاض. الحكم العاض نشأ بعد سقوط الخلافة على منهاج النبوة التي وليها خلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمته، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، عمر رضي الله عنه، عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم، ثم الحسن بن علي تنازل بالله. بدأ الحكم العاض من أيام معاوية إلى الخلافة الأموية، ثم الخلافة العباسية ثم العثمانية. هذا كله حكم عاض. طيب هذا ماذا أثر على الأمة؟ لما كانوا على منهاج النبوة، خلاص لا سنة لا شيعة، لا ما فيش تفرق، لا يوجد مذاهب، لا ما فيش تعب، ما فيش وجع راس. لما بدأ الحكم العاض بدأت الأمة تنشق، سنة شيعة مذاهب، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. دور حركة أنصار الإمام المهدي عليه السلام ربع الصدع بين السنة والشيعة، ربع الصدع بين السنة والشيعة بترك إيش؟ مخلفات المنهج الحكم العاض. الحكم العاض، فلا سنة ولا شيعة وإنما مسلمون. هو سماكم المسلمين، ليش؟ لأن هؤلاء لديهم أخطاء، هؤلاء لديهم قصور، هؤلاء. لماذا يأتي بالمهدي؟ صاحب هداية أصلا، لنقص الهداية في الناس، نقص الهداية في الناس جاء بالمهدي. وإن لما كان الناس في هداية، سواء كانوا سنة أو شيعة، الهداية تامة عندهم. لماذا المهدي أصلا؟ المهدي لأن هناك نقص في الهداية عند الطرفين، الصحابة رضي الله تعالى عنهم. القرآن تكلم عنهم، تكلم عنهم فقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ذكر. فنحن نثني عليهم كما أثنى القرآن عليهم، نثني عليهم لا نطعن فيهم، لأن القرآن يعني زكاهم، المهاجرين السابقين الأولين، لكن لا نسب لهم الأسماء، لا نسب لهم الأسماء، وإنما القرآن ذكر بعض أخطائهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا أيضا في صلاة الجمعة وتركوك قائما، هذا أخطاء وقعت من الصحابة، لا ننسب إليهم الأسماء كما يفعل جزء من السنة، ننسب إليهم الأسماء ولا نقدسه ولا نطعن فيهم كما يفعل بعض الشيعة، وإنما نجمع بين السنة وبين الشيعة. هذا مخلفات الحكم العاضح نتخلص منه. فلا سنة ولا شيعة وإنما مسلمون، هذا الهدف الثاني من أهداف الحركة.